أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بينتقد إسرائيل صراحة في موقف متقدم جدا وربما الأول مرة بيتقال بالوضوح ده، وقال قدام مجلس الأمن إن هجوم حماس في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ. ده كلام الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش أمام مجلس الأمن، هجوم حماس لم يأتي من فراغ، واتكلم عن إن في مظلومية للشعب الفلسطيني بيعيشها كل مواطن في فلسطين أو تحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من عام 1967، ووصف إن اللي حصل هو رد فعل طبيعي للسياسات اللي بيتبعها الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة والضفة والقدس، وعبر عن تقديره للي حصل إن هو فاهم ومتفهم لماذا حدث ما حدث في 7 أكتوبر. عايز أقولك إن في يعني بعض الوسائل الإعلامية في العالم دلوقتي جابت الفيديو اللي فيه الأسيرة المسنة الإسرائيلية وهي ماسكة في إيد المقاتل الحمساوي وبتسلم عليه وبتقوله شالوم، وبعد كده لما راحت إسرائيل وبتتكلم عن إنهم عملوها بلطف وعملوها بمنتهى الرقي. الكلام ده ما عجبش دوائر صنع القرار في إسرائيل، فبدأوا يحاربوا الكلام ده، بدأوا يحاولوا يشيلوا المادة دي، بدأوا يقولوا لا ده مش المفروض يتقال، دي ست كبيرة وأصل هم واخدين رهينة. فطلعت بنتها وقالت أنا أمي قالت الكلام ده بمنتهى الأريحية، محدش ضغط عليها، وإحنا مش أداة في إيد الحكومة الإسرائيلية عشان نقول اللي الحكومة الإسرائيلية عايزة. ولكن في وسائل إعلامية عالمية بتقول الحياة المشتركة ممكنة والإنسانية تجمع الجميع، يعني بعد ما شافوا المواقف الإنسانية اللي حكت عنها المواطنة الإسرائيلية وقالت عاملوني بمنتهى اللطف وكانوا بيجيبوا لي الأكل والشرب وفي ممرض وفي دكتور وفي دواء، ولما سألوها ليه مسكتي في إيده أو سلمتي عليه وأنت ماشية قالت علشان عاملني بلطف وكان لطيف معي. فالإنسانية بتكسب الرهان، والإنسانية فيها أرضية مشتركة كما تقول بعض الوسائل الإعلامية العالمية، أن هناك أرضية مشتركة على أرضية الإنسانية، الإنسانية التي تجمع كل الناس. يعني ليموند تقريبا قالت الكلام ده النهاردة وقالت أنهم يقدروا أن الإنسانية أو إنسانية المقاومة كانت آسرة لقلب هذه الأسيرة التي تغنت بهم وقالت كانوا لطفاء معي.